بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية انعقدت الدورة 35 لمجلس وزراء النقل العرب بحضور أحمد أبو الغيد الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة وزراء النقل ورؤساء من الدول العربية. كان لهما أهمية كبيرة بالنسبة إلى مسار تطوير العمل العربي المشترك في مجال النقل البحري والنقل الطرقي والنقل الجوي كذلك. الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، وعلى رأسها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس بهدف تفعيل العمل العربي المشترك. الاجتماعان في أجواء جيدة وفعالة سمحت لنا بالتوافق حول مجموع القضايا التي كانت معروضة علينا. وزراء النقل العرب بحثوا كذلك مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية واتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي.